ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحل الوحيد للبلد دي وبقية البلدان إنه الناس دي تصحح عقيدتها، تكون عقيدتها في ربنا اللي بيصلح لنا بلدنا دي، ربنا المستوي على عرشه سبحانه وتعالى. ما بيصلح لنا بلدنا دي واحد دافنينه تحت متر ونص تحت، ده يمرق بيتين عشان يصلح لك، يمرق بيتين. يا مسلمين فيقوا، اصحوا، افهموا، ارجعوا لدينكم، ارجعوا لكتابكم، ارجعوا لسنة نبيكم عليه الصلاة والسلام، عشان بلدكم تمشي لقدام. والله دي نصيحتي لكم تاني، ما نتقابل، دي نصيحتي لكم يا أهل هذه القرية الطيبة. ادعوا الشيوخ، ادعوا البخرات، ادعوا الحجبات، أمتك بالله سبحانه وتعالى. ما في قبة، ما في شيخ، ما في حجاب، ما في بخرة، ما في كمون، ما في تتوزع، ما في غارو. دعوة دي تحركك، تجيبك من بعيد، تخليك انت في حلة، في غرية، ما في زول بعرفك، والإعلام ما بعرفك، شغال في الغرية ترضي في الله سبحانه وتعالى. مين تصحى مين الصباح تفتح عيونك، روحك دي جات، عقلك معاك، همك الأعظم التوحيد، تجي تنوم همك التوحيد. والزول الموحد ده نحن عندنا لوعمة، ده أخونا بحق، ولا ده أنا عارف اسمه، مش زول توحيد وسنة وضابط منهجه تمام، ما بتعلق لك، نحن ده أخونا والله نواليه ونموت معاه عديل كذي. زول اللي بيجي يصلوا والله يصلنا قبله. والله يا جماعة دي أعظم ذكرى، إنه زول يذكروه بحق ربنا سبحانه وتعالى، ويذكروه بالغاية ربنا سبحانه وتعالى خلقنا من أجله. كده يا جماعة التوحيد ده اللي بيقولوا المشايخ والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، ده حق ربنا، ما حق جماعة ولا حق حزب ولا حق طائفة ولا حق فئة من الناس، ده حق ربنا. دي أخواننا مسؤولية كبيرة على الداعية، وأجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. إذا كان ربنا عز وجل الطير الهدهد سطر قصته في القرآن، وبقينا نحن المسلمين بعد القرون الطويلة والسنين والحقب المتتالية نقرأ قصته في أعظم الكتب، ونزلت على أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام، ونحفظها ونتدبرها ونتأملها وتصح بها صلاتنا، وإذا قريناها ومرينا عليها ربنا بيكتب لنا بها الحسنات. فكيف لو بني آدم مكلف دعا للتوحيد؟ ده اللي بينفعك جوا القبر، ده اللي بينفعك في الآخرة، ده اللي بينفعك في دينك ودنياك. فدي أخواننا مسألة مهمة. ونحن جماعة لما نقول الدعوة، يعلم الله المستوي على عرشه أننا نريد رضاه والجنة. دعوتنا دي اللي بندعو لها دي، ده شرف، الشرف ما جي من إحنا، شرف في القرآن. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، قال ابن عثيمين، أي إلى التوحيد والإخلاص وأخلص لله. فالرسل كلهم جوب التوحيد ده، وجوب تصحيح العقيدة، وده صميم دعوة الرسل. ويا شبابنا، ده الفارق بيننا وبين الدعوات الباطلة. دعوة التوحيد دعوة قوة ودعوة رجالة ودعوة حق، لكن ما دعوة تنفيذ. ما تضيع زمنك وانت كداعية بالخصوص الداعية، عرفت التوحيد؟ كلم في التوحيد طوالي واتعف، امش امي العمر ده بسيط، امش طوالي، لو قتلوك قابل الله بالعقيدة الصحيحة، وانت بتدعو الى الله سبحانه وتعالى، واخلص ولو كنت براك، ولو براك ما دعاي لشيخ فلان اتكلم ولا علام، مالك مع الشيخ فلان يا اخ، اتكلم انت براك يا بين الحق. والله التوحيد ده البلد دي تصلح، ويجي الخير ويجي الأمن، في الأمن في الدنيا وفي الآخر. ربنا قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والذين تدعون من دونه، يا فلان يا فلان يا فلان، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. لا تنفع الحجبات ولا التمائم ولا تعليق الكمون ولا الحلف بغير الله ولا التعلق بغير الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. والزول يدور بأبوه وأمه، وإنت لو بريت بأبوك وأمك الله بوفقك تحفظ القرآن، ولا بوفقك في الصلاة، ولا بوفقك في الأعمال الصالحة، فإنت تسمع كلام منه، كلام أبوك وأمك، لأنه أبوك وأمك هم السبب في إنك تجي في الحياة الدنيا دي. ما في شيخ بينفع، ما في شيخ بيضر، الحجبات ما بتنفع، ما في زول بيعلم الغيب، يتوكلوا على الله، يعتمدوا على الله، اللي بيحفظ الله، اللي بيدي الجنة الله، الشيوخ ما عندهم شيء، أي شيء عند الله، ما تطوفوا بالقبة، ما تاكلوا التراب.
فيا جماعة الواجب على الناس يعيشوا على العقيدة الصحيحة ويعيشوا على التوحيد ويتنبوا الشرك. هجبات يقطعها طوال حياتك الشحوة بخرات يشرطوها تبقى عقيدتهم في الله قال في والنجاة في الدنيا والآخرة. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا.